Alves. Dani Alves tem Messi. Gol! Gol! Lionel Messi! الهدف الواحد والثلاثين للعملاق الصغير القصير المتألق ليونيل ميسي، هدف رقم 31 يتنفس إثره نفس طويل ميسي وبيبي غوارديولا. هدف ثاني قاتل ينهي به البارسا المباراة ويسمح ليونيل ميسي لفريقه بالتفوق في نهاية المطاف بهدفين لصفر، ويبقى الفارق 8 نقاط على ريال مدريد قبل 5 جولات من نهاية الموسم. البارسا يضع خطوة نحو التتويج، البارسا معنويا تحرر نوعا ما. هل سيواجه الريال بمعنويات مرتفعة؟ الفرصة الثانية التي اتيحت للريال للبارسا عفوا في هذا الشوط الثاني باليمنى ليونيل ميسي قل ما يسجل بها، يسمح لفريق برشلونة من تأكيد تفوقه والفوز بـ3 نقاط مهمة جدا امام فريق اوساسونا.